اقتصاديا تتزايد تداعيات الآثار المتوقعة على الاقتصاد العالمي جراء استمرار الحرب على غزة، والتي أدت إلى تأثيرات كبيرة على النمو الاقتصادي والتضخم في العديد من دول العالم. وتشكل الحرب على غزة سلسلة جديدة كاملة من المخاطر على الاقتصاد العالمي، هو الأمر الذي يتطلب المزيد من الوقت للتعافي من تلك التداعيات.